سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. بتحية مدينة جميلة، مدينة الجهاد، مدينة الكفاح، مدينة المناظر الخلابة، جميلة جدا ولكن جمهورها أجمل. مرحبا بكم مرحبا بكم. على بالكم عمو يزيد سعيد 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 جدا، على بالكم في كل مرة نزور مدينة ما وكأني أفي بوعد. علاش؟ لأنه كل الرسائل نتاعكم، علاش ما يجيش عمو يزيد البطحية، علاش ما يجيش عمو يزيد لعندنا، وكامل كل الرسائل تاع ربوع الوطن توصل عمو يزيد، ونعملوا مع فريق العمل قصارى جهد تاعنا باش نوصلوا لعندكم. إذن هذا الحفل تحت إشراف سيد والي ولاية عين دفلة من تنظيم مديرية الثقافة برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول. رانا اليوم هنا معكم باش نفرحوا مع بعض وتفرحوا معنا. عندكم كتاب راهو بين يديكم، هذا الكتاب هدية، هدية من عمو يزيد وشركة رامي ومديرية الثقافة. اليوم حبينا يكون عندكم كتاب فيه سي دي لداخل، فيه قرص، فيه 32 أغنية، وكل الأغاني مكتوبة. نغنوا مع بعض أغنية من الكتاب هذا. كاين شيء مهم جدا، هو شكون يقدر يقول لي بماذا ترقى الأمم؟ وش هو الشيء؟ ب العلم، العلم نور والجهل ظلام. إذن أصدقائي أصدقائي، وقتاش يوم العلم ونسبة لمن؟ شوف الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ آلاء. آلاء شحال في عمرك آلاء؟ 9 سنين. 9 سنين وشاطرة هكذا، الله يبارك. واش مسنة درسي؟ سنة رابعة. أكيد فرحانة اللي عمو يزيد جل هنا. نعم شكرا. وقتاش يوم العلم بنتي؟ 16 أفريل. ونسبة لي؟ إبريس. لي؟ إبريس. لي؟ إبريس.
باديس. مش إدريس، واسمه؟ باديس. باديس. معلش معلش. ها؟ شفيتي عليه ولا مازال؟ شفيت. واسمه؟ عبد الحميد بن باديس. فوالا بنتي. برافو برافو برافو. إذا 16 أبريل نسبة لي، ولكن نسبة لماذا؟ واش صرا للعلامة عبد الحميد بن باديس في هذاك اليوم؟ وفاته. وفاته. أي أروحي، تعالي تعالي، شطرة شطرة، جيبوها من هيك، تعالي بنتي أروحي. إذا 16 أبريل نسبة لوفاة العلامة عبد الحميد بن باديس. أحبائي، لازم نفتخروا بعلمائنا والناس اللي ساهموا في بناية المجتمع، المجتمع الجزائري. هاد العلماء لازم دائما نخلدهم. تعالي بنتي أروحي، أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي، شكرا شكرا شكرا. إذن بنتي، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو. يلا تحية تحية تحية. وش رأيكم بمناسبة مادام تكلمنا على يوم العلم كامل، نغنوا أغنية عمو يزيد يحبها بزاف، هي قلمي قلمي. أي صفحة؟ شكون يقول لي أي صفحة؟ أي صفحة؟ أي صفحة؟ أربعة. برافو برافو. إذن صفحة أربعة، كامل اللي عندهم الكتب نغنوا كامل قلمي قلمي. صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. بس هتغنوا كاع. يلا قلمي قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره
الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله. سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. فالعلم رهين بك قلبي. شكرا 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 أحبائي. شكرا 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 أحبائي. القلم هو وسيلة من وسائل التعلم. أطلب العلم ولو في الصين، أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. أحبائي العلم والمعرفة. عمو يزيد مع الأولياء تعكم مع المربيين، هذه هي الرسالة اللي نعطوها لكم. لازم المثابرة، لازم الجد. كاينة أغنية تاع الجد قل فيها يا ابني شمر للجد. فالجد عنوان المجد. أي صفحة الجد؟ شحال؟ 14. برافو. ولكن قبل هذه أحبائي، على بالكم البارح كانت مناسبة المولد النبوي الشريف بالطبع، ولكن صادف مناسبة مهمة. 20 نوفمبر هو يوم عالمي مهم. شكون يقدر يقول لي واش هو هذا اليوم العالمي؟ المولد النبوي الشريف كان البارح حقيقة، ولكن يوم 20 نوفمبر هو تاريخ مهم خاصة للأطفال. هو يوم عالمي مهم جدا. شكون يقدر يقوله لي؟ يوم عالمي لي. شوف أصدقائنا، واسمك؟ محمد. شحال في عمرك محمد؟ 9. 9 أيام؟ 9 سنوات. 9 سنوات، عمالي 9 شهور، تبنت لي كبير. الله يبارك الله يبارك. هو يوم عالمي لي للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولكن أحبائي البارح كان 12 ربيع الأول، حقيقة هو المولد النبوي الشريف، ولكن 20 نوفمبر يوم عالمي مهم. هو يوم مدون في الأمم المتحدة، يوم عالمي مهم جدا جدا في حياة الأطفال. شوف شابة هذه اللي مورك، واسمك بنتي؟ سناء. الله يبارك. واش راكي لابسه سناء؟ واش راكي لابسه بنتي؟ تعالي 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 الشاطره الشابه. واش راكي لابسه؟ شفتي؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنوات. 8 سنوات وشاطره هكذا. الله يبارك. ما اذا 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لي عيد الطفوله. هو حقيقه ما اسموش عيد الطفوله، ما كيش بعيدة. هو اليوم العالمي لي، لا لا مشي لي الطفولة، هو اليوم العالمي لي الطفل. ولكن كاين كلمة قبل الطفل. شوف الشابة هذه، واسمك بنتي؟ فدوى. فدوى شحال في عمرك فدوى؟ 12 يوم. 12 سنة. الله يبارك الله يبارك. إذن هو اليوم العالمي لي حقوق الطفل. لي حقوق الطفل. حقوق الطفل. برافو. تعالي تعالي بنتي تعالي تعالي تعالي. أحبائي يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل. تعالي بنتي تعالي الشاطرة تعالي تعالي. عندك كتاب؟ إيه. الله يبارك. نعطوها الهدية سير. خلاص أعطوني الهدية تاعها. وعمو يزيد راح يتكلم لكم شوية على هذه المناسبة. هذه يوم 20 نوفمبر، على بالكم باللي نعطوها الهدية بعد نتكلموا. إذن بنتي شركة شيبس مهبول راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي العفو. تفضلي تفضلي تفضلي. تصفيق عليها تصفيق. أحبائي اليوم العالمي، بس نفهمكم حاجة، كاين شيء مهم بزاف. الناس يعرفوا عيد الطفولة اللي هو
أول جوان يا أخي. عيد الطفولة أول جوان ما هوش عيد عالمي. هما يقولوا اليوم العالمي تبناته بعض الدول، ولكن ميثاق حقوق الطفل، على بالكم يا أحبائي، الطفل تلمو عنده مكانة في العالم، أن الأمم المتحدة داروا ميثاق إن شارت دي دروا دو لونفون، يعني ميثاق حقوق الطفل. ميثاق حقوق الطفل هذا داروه في 20 نوفمبر 1989. في الأمم المتحدة كاين الناس يعملوا كامل يديروا ميثاق، مثلا يديروا ميثاق حقوق الطفل. هذاك ميثاق حقوق الطفل يعرضوه على الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة المكونة من الدول، هما اللي يتبناو هذاك الميثاق. لما يتبناو هذاك الميثاق من بعد لازم الدول واحدة بواحدة تمضي هذاك الميثاق، يعني متفق عليه. والجزائر مضات هذاك الميثاق في تاريخ آخر. ونرمالمون نقول لكم هذا السؤال ولكن شوية صعيب، أنا راح نجاوب عليه وندي الهدية، معليش. لا لا لا، هدية ما نديهاش. الجزائر مضات هذاك الميثاق، ميثاق حقوق الطفل تبناته الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989. الجزائر مضات هذاك الميثاق في سنة 1992 في يوم 19 ديسمبر. دونك دائما احنا في 19 ديسمبر هو اليوم العالمي تاعنا احنا تاع الطفل، نزيدو نحتفلوا به. على بالكم يا احبائي كاين اشياء مهمه في ميثاق حقوق الطفل. كاين الحاجه الاولى هو حق الطفل في العلاج. كاين في العالم 50 مليون طفل يتوفى قبل ما يلحق 5 سنين، يعني 5 سنين فيما اقل 50 مليون كل سنه طفل يتوفى. وكاين على بالكم كاين 100 مليون طفل كل سنه غير متمدرس ما يقراش. يعني شوفوا الانسان لما تكون عنده ربي يعطيه الصحه ويقدر يقرا ويقدر يعالج وعنده اسم كامل يحمد الله، لانه النعم نعم قليله. ولما الانسان تكون عنده نعمه لازم 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 يحافظ عليها. نغنوا الجد، يلا يا ابني شمر للجد. اي صفحه قلتوا لي؟ 14. يلا اللي عندهم الكتب صفحة 14 كامل. 20 غلطتوني، 20 مالا، 20 أصدقائي. أي صفحة الجد؟ لا 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 لا، صفحة صفحة دخل ولا شوف لتحت هنا 20، ما مش غلطين. هاي ليك الجد، يلا نغلو كامل مع بعض. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. أحبائي المثابرة والجد هو عنوان المجد. يلا تغنوا كامل معايا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما، ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو. فالتلميذ الحادق دوما، ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا
قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر الجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى بين الغايات فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى من بين الغايات المثلى يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد برافو برافو شاطرين إذن أحبائي وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو والتلميذ الحادق ما فرط في درسه يوما راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين إذن أحبائي جميل جدا أن الطفل يراجع الدروس تاعه ويقوم بالواجبات نتاعه على بالكم يا أحبائي سبب من أسباب أن الطفل ولا المتمدرس أنه يكره الدراسة وش هو؟ تراكم الواجبات على بالكم يا أحبائي تراكم الواجبات تخليك ما تحبش تروح تقرأ ما تحسش روحك مليح لأنه التلميذ اللي يخلي الواجبات تتراكم عليه هذا الشيء صعب جدا لازم الواجبات تديرها في يومها لا تؤجل عمل اليوم ففي الغد عمل آخر ينتظرنا أحبائي على بالي أنتم شاطرين ولكن اليوم حبيت تعطوا لي وعد باللي ما تزيدوش تخلوا الواجبات تتراكم هذا وعد هذا وعد برافو عمو يزيد دلكم أغنية قول فيها ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ويلاتي يا ويلاتي بأشد العقاب تغنوا كاع معايا يلا ويلتي يا ويلتي وصار صوتي أبكام قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب
ثانوي. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا. إذا أحبائي، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. شكون اللي يعرف الآية تاع طاعة الوالدين كاملة؟ طاعة الوالدين كاملة الآية. باش عندي مفاجأة لكم، حنغنوا أغنية جميلة جميلة جميلة. شكون اللي عنده؟ شوف أصدقائنا، واسمك بنتي؟ رزيقة. رزيقة شاطرة هكذا، الله يبارك بنتي، الله يبارك. علاش عندك زوج كتب في يدك رزيقة؟ تاع بنت عمي. تاع بنت عمك؟ وراه بنت عمك؟ هي هي تعطيوك تشدوا لها برك. الله يبارك بنتي، الله يبارك. لا لا معليش، احتفظوا بهم، هذه هدية من عند عمو يزيد. نعم. واسمك بنتي رزيقة؟ رزيقة. شحال في عمرك رزيقة؟ 9 سنوات. 9 سنوات. قولي لنا آية طاعة الوالدين كاملة بنتي، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. معلش كملي. وبالوالدين إحسانا، فلا تقل لهما ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف، انهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. معلش بنتي الآية ناقصة، شكون اللي يعرفها كاملة؟ شكون اللي يعرفها كاملة؟ شوف الشطرة هذيك، تعالي بنتي أروح تعالي. واسمك بنتي؟ هناء. هنا شحال في عمرك هنا؟ 10 سنوات. الله يبارك. وين تسكني؟ هنا في بطحية؟ نعم. الله يبارك، الله يبارك بنتي. عجبك الحفل تاع مو يزيد؟ نعم. الله يبارك. قولي لنا الآية تاع طاعة الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أما يبلغ الكبار أحدا فلا تقل له قول الكريم، فلا تنهرهما فلا قول قول الكريم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نقص الآية بنتي، هذا قرآن كريم، ما نقدرش أنا مدبية نتسهل معكم، ولكن القرآن الكريم تعرفيها؟ شكون اللي يعرفها؟ كل يعرفها وراهي الشاطرة، تعالي شوفوا الشاطرة هذه. يلا واسمك بنتي؟ ريتاج. ريتاج شحال في عمرك ريتاج؟ 8 سنوات. 8 سنوات. قولي لنا الآية بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. قالت لنا الآية صحيحة ولكن نقصة، معلش نتسامحوا معها. يلا تعالي يا أخي، معلش أحبائي ما كانتش كاملة، ولكن واش قالت كان
ما غلطتش، أعطوها الهدية خلاص. يلا تعالي الشطرة تعالي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبرا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. معليش 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 معليش. برافو 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 برافو. أنا نحب هذيك تاع وقلوا ربي احفظهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. هذاك الشطر من الآية مهم جدا يا أحبائي. الوالدين على بالكم باللي الإنسان لما يخزر برك خزرة مش مليحة في والديه، فقط خزرة مش مليحة، عرش الرحمن يتزعزع. والله يا أحبائي لو تشوف واش يتعبوا عليك والديك. كاين واحد الحكاية، عطيني الهدية تاعها، عطيني الهدية تاعها. إذن بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفدي بها. شكرا. العفو العفو. تحية تحية. واحد النهار كان واحد الطفل ناض صباح راح عند يماه قالها صباح الخير يما. قالت له صباح الخير. واش قالها؟ قالها ما اليوم أنا جبت لك الفاتورة. قالت له تعش الفاتورة يا ولدي. قالها البارح بعتيني نقدي 20 دينار، البارح بعتيني نخرج سلة المهبلات 10 دينار، هذاك النهار بعتيني نزقي لخالتي 30 دينار. يما تخلعت قاعدة تسمع له هكذا، قاعد يجبد لها هكذا في الفاتورة هذا الطفل هذا. شوفوا لي مات. ومن بعد قالت له تعال يا ولدي اقعد اقعد نفهمك حاجة. قعد. قالت له نهار اللي كنت مريض سهرت معاك الليل كامل باطل، النهار اللي كنت بردان في الليل انا جيت غطيتك باطل، حملتك في بطني 9 شهور بالالام والام الولاده وكامل قاتلو باطل. بعد ولدها عنقها قعد يبكي قالها يما اسمحي لي. يا احبائي الاولياء ثم الاولياء لازم نتهلاو في والدينا. بهذه نروحوا الاغنيه نحبك يا امي. اي صفحه اي صفحه اي صفحه راهي شحال 30 صفحه 30. يلا نحبك يا امي نحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. لا نحبك ماماتي نحبك أباتي انتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما، أنا عاملكم بلطف وانت أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي انتم حياتي وسر سعادتي. يا رب ارزقهما
جنة من الجنات يا رب ارزقهما، جنة من الجنات واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. بنحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي. بنحبك مامتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. برافو 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 برافو، تعبتوا في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورتوا لي دربي. أحبائي الأولياء ثم الأولياء، يا أخي أحبائي، إذن طاعة الوالدين مهمة جدا وواجبة علينا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. قدموا شكر كبير لعمو يزيد كي جالينا البضحية، نشكروه على العرض اللي قدمونا فرحنا، ونقدموا له شكر كبير، ونتمنى له أن يعود يديرنا زيارات، ونشكر كل المهرجين اللي كانوا معاه، شكر جزيل، والمخرجين واللي قاموا بالتصوير، وشكر جزيل، شكرا إليكم. نشكر عمو يزيد اللي دار لنا هذا الحس وهذه الحصة وفرحنا، ونتمنى أنه يعود يجي لنا أطراح أخرى. نشكر عمو يزيد واللي فرحنا بهذه الحصة، ونقول له إلى اللقاء. نشكر عمو يزيد على الحضور تاعو، ونتمنى يولي لنا ونبقوه على خير ويظل في روحه. نشكر عمو يزيد لأنه جا لنا فرحنا، ونحب أنه يعاود يجي لنا مرة الجارية، ونشكر على الهدايا اللي طهاني. نشكر عمو يزيد على الحضور تاعو، ونتمنى أن يرجع مرة ثانية.